كتبت رسالة لشباب الثورة، قلت لهم سعادتي بكم وفخري بكم أكبر. وهو حقيقة بالله الشباب اللي عملوا في الثورة، يعني أنا أؤكد أن المسألة مش مسألة تواضع، والله ما هي تواضع، هي حقيقة. يعني لولا تضحيات الشباب، لولا نضالهم، لولا إيمانهم بأنهم قادرين على أنهم يسقطوا الدكتاتور الفاسد والمستبد، ما لا كانت بتحصل لا توكل على جائزة ولا هم يحزنون. يعني ليش اسمه نكذب؟ هذه دماء الشباب، وهذه جراحات الشباب، وهذه الملايين اللي جلست تناضل يعني في الساحات. صحيح انه كان في معي نضال من 2005 وكذا ذا، بس ايش امام الصدور العارية، ايش امام الورود اللي كان يحمل الشباب، ايش امام تضحياتهم، ايش امام يعني القبائل اليمنية لما تترك سلاحها وتروح يعني تتظاهر بسلمية، ايش امام الجيش اليمني اللي هو موجود واللي مهما كانت الاستفزازات ما كانش يرضي يرد احتراما للثورة السلمية. فهي جائزة جاءت لشعب يعني هم، بس لأنهم يعرفون يختاروني يعني مش أكثر يعني. فيستحق هذا الشعب هذه الجائزة، وأنا أكرمني الله بأني أمثله، يعني أنا أمثل الشعب وليست يعني مش شيء آخر.